ترى عدة شخصيات غربية أن النظام الفيدرالي بات الحل الأخير لإرساء الاستقرار في ليبيا بعدما فشلت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة منذ نحو 4 سنوات في إنهاء حالة الانقسام. ويقول مراقبون إن تصاعد دعوة إلى اعتماد النظام الفيدرالي يشير إلى عجز المفاوضات عن التوصل إلى حل ينهي حالة الانقسام التي بات من الصعب تجاوزها عقب ما شهدته المنطقتان الشرقية والغربية من اقتتال كانت مدينة بني غازي مسرحه خلال السنوات الماضية. وكان المقترح الذي طرح بشدة هو العودة إلى نظام فيدرالي يقسم البلاد إلى 3 أقاليم، هي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب، بعد أن الدعوة إلى نظام فيدرالي واكبتها مخاوف من إمكانية تقسيم البلاد بعدما فشل الفرقاء السياسيون في التوصل لاتفاق يوحد السلطات شرق وغرب البلاد. وتسيطر على ليبيا حكومتان، واحدة في طرابلس مدعومة دوليا وأخرى في الشرق. ويقول مراقبون إن الانسداد السياسي أحيا تقسيم البلاد إلى أقاليم ورسخ انكفاء كل أقليم على نفسه وانشغاله في مشاكله غير عابئ بما يحدث في بقية الأقاليم. فترى هل تكون الفيدرالية هي وصفة جديدة لإرساء الاستقرار في ليبيا أم تكون مجرد سكب المزيد من الزيت على النار؟ قبل ما أدخل في الموضوع بالاستناد إلى مناقشة تمت قبل الهوى من زميلي تميم عزمي رئيس تحرير برنامج، كان بيعلق على برنامج أستاذ عمرو أديب على اون اي، فبيقول هو مفيش اوتو كيو خالص عند الاستاذ عمرو. فضحكت قلت له لا طبعا، يعني بالكتير هتلاقي بولت بوينتس ودايما شاكر نفسه كذاب، بس انا استطيع انه اقول يعني في 3 في مصر الحقيقه يعني يقدروا يقعدوا على الهواء 7-8 ساعات من غير اوتو كيو ولن يصيبوك بكلل ولا ملل، مش هيقول ولا كلمه كلام فارغ. ابراهيم عيسى وعمرو اديب والفقير الى ربه تعالى لحلقه دقنه من كام يوم ده اللي هو انا منتهى العظمه، يعني صلف مش مفيش بعد كده. احنا 3 تميم بيقول لي وجابر، لا جابر القرموطي مش يقدر يكمل 3 ايام من غير اوتو كيو. لا حاجه تانية جابر، ده احنا ممكن اخش انا وجابر تحدي. هقول الكلام جد، خلونا نبدا من التساؤل واللي طرحه التقرير ونبدا بطرح الاسئله على ضيفنا العزيز الحقيقه عزيز فعلا ومنورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير استاذ عبد الستار حتيتا احد اهم المتخصصين في هذا الشان. نورتنا يا استاذ. الله يخليك. ازاي الحال؟ كله تمام؟ الله يخليك. الحمد لله. هبدا بمساله الفيدراليه، هل الحل الفيدرالي ملائم لليبيا؟ ولو عاوزين ناخد الموضوع على نطاق اوسع، هو الحلول الفيدراليه ملائمه للازمات العربيه؟ لا اعتقد، يعني انا دايما لما اسمع كلمه الفيدراليه في المنطقه العربيه تفكرني بقانون بتاع الاسكان اللي عملناه في مصر اللي هو المحدد المده، ان انت تقعد 3 سنين وبعدين او سنتين او سنه وبعدين تشيل عزلك وتدور على مكان تاني. قانون الاستقرار ده بالظبط. فانا اعتقد ان هذا يفتح المجال لكثير من الكلام واللغط ولتهديد الدوله الوطنيه نفسها. منطقتنا احنا مش الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه هي نموذج للدوله الفيدراليه وكانت لها ظروفها وملابساتها وخلصت وانتهت. ليبيا طول عمرها كانت واحد لكن لها خصوصيات، يعني حتى لما ترجع لي قبل الميلاد، فترة ما قبل الميلاد قبل دخول العرب والمسلمين إلى شمال أفريقيا، برضو كانت الجماعات البشرية اللي موجودة في هذه الدولة كانت تحس إن في فرق وخلاف ما بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، ودايما الدول الاستعمارية اللي بتيجي من البحر المتوسط للساحل الليبي كانت تجد صعوبة في التواصل ما بين طرابلس والمنطقة الشرقية في بنغازي وطبرق ودرنا. وحتى أنا أتذكر ما كتبه الحاكم الإيطالي لليبيا استمر تقريبا من 1926 ل 1928، وكان جاي لخطة واحدة بس وهي أن هو يفتح الدروب والطرق والمسارات ما بين شرق وغرب ليبيا، وغرب ليبيا. لأن الجيش الإيطالي اكتشف من بعد بداية الاحتلال انه استمر اكثر من 10 سنين بيتنقل ما بين الاقليمين الشرقي والغربي بالمراكب ما بين اقليم طرابلس واقليم برقه. ليه بالمراكب؟ لان المنظومه القبليه العربيه اللي موجوده في الشرق فيها اختلافات عن المنظومه القبليه العربيه ايضا اللي موجوده في الغرب.
ولهذا المسارات والطرق والموقف من المستعمر كانت مختلفة ما بين الفريقين. والنهاردة نقدر نقول أن الموقف من الإرهابيين مختلف من الجانبين. يعني الموقف من الإرهابيين في المنطقة الشرقية كان موقف صارم وقوي، ووقفت القبائل والشباب كمتطوعين بالإضافة إلى رجال الجيش لطرد الإرهابيين من بنغازي. بنغازي كان فيها يعني الإرهابيين تمكنوا خلال سنتين ثلاثة في بنغازي من دق أوتاد قوية لا يستطيع أحد أن يزحزحها. لكن إصرار المنطقة الشرقية على تطهيرها من الإرهابيين ساعد في ده. المنطقة الغربية لا، بتهادم. أنا النهاردة عندي من الحكام اللي موجودين في المنطقة الغربية، مجالس الحكم في المنطقة الغربية، بتلاقي فيها واحد منتمي لتنظيم القاعدة أو خلفيته تنظيم قاعدة أو معروف أنه طول عمره في تنظيم القاعدة، واحد تاني معروف أنه من جماعة الإخوان المسلمين وطول عمره في جماعة الإخوان المسلمين أو كان في جماعة الإخوان المسلمين، قيادي ثالث في نفس مجالس الحكم دي ممكن تلاقيه تبع حزب التحرير الإسلامي الذي لا يؤمن بالحدود بين الدول ويدعو إلى إقامة الخلافة، ولو برنامج مختلف تماما. وحتى الشخصيات دي لما بتروح بتقوم بزيارات في المنطقة زيارات مشبوهة ويتحط عليها علامات استفهام. فلما تبص ليبيا هتلاقي ان الشرق له صبغة، الغرب له صبغة تانية، يوحد بينهم الارتباط ان احنا ليبيين. طبعا يمكن تلاحظ ان انا ما اتكلمتش عن الجنوب. الجنوب مظلوم دايما ومهمش، رغم ان القذافي بدأ الدراسة بتاعته او اهم مراحله الدراسية كانت في الجنوب، كانت في سبها تقريبا المرحلة الاخر الابتدائية والمرحلة الاعدادية في يعني كان فيها مدرسة فيها ناس لكن كانت مهمشة. ومعظم المظاهرات اللي كانت بتطلع في ليبيا، المظاهرات العروبية والقومية، كانت تطلع من الجنوب. يعني كان في مظاهرات كتيرة، يعني السياسيين اللي عاشوا فترة الخمسينات وبداية الستينات في جنوب ليبيا يتذكروا المد القومي اللي كان عمله جمال عبد الناصر وإذاعة صوت العرب وجريدة الأهرام لما كانت تروح. يعني من ضمن ذكريات الناس الليبيين الكبار في السن، جريدة الأهرام كانت بتيجي متأخرة أسبوع، يقعدوا في المنطقة كلها يفلوا الجرنان كله من أوله لآخره. فمنطقة الجنوب رغم أنها مهمشة ورغم أنها بعيدة عن مركز الأحداث اليومية في الشرق والغرب، إلا أن القبائل اللي فيها خاصة القبائل العربية بتحاول بقدر الإمكان مقاومة الخطط الاستعمارية لتوطين بعض الأفارقة ليستقطحها من ليبيا. يعني ما فيش خوف على الشرق والغرب. النهاردة أقدر أقول أن الخوف على منطقة الجنوب. يعني الطليان لما استضافوا في الشهور الماضية استضافوا قيادات من الجنوب، ما استضافوش لا من الشرق ولا من الغرب. كذلك الفرنسويين عندهم اهتمام كبير جدا بمنطقة الجنوب. قطر، تركيا، كلهم عندهم اهتمام بمنطقة الجنوب. أضم الأحداث دي، الفوضى اللي احنا شايفينها والصراع وفشل الغرب في وضع حلول، تلاقي أسهل حاجة تتقلك إن نعمل فيدرالية. طيب أنا هزازل هروح فاصل، وبعد الفاصل يمكن في عندي ثلاث أسئلة رئيسية لو صح التعبير. مسألة السر وراء مهادنة الغرب طبقا لتعبيركم، أيضا اختلاف الصبغة ما بين الشرق والغرب، ما هو السر وراء اختلاف هذه الصبغة، ومسألة الاهتمام المبالغ فيه بالقيادات الجنوبية من قبل فرنسا أو من قبل إيطاليا أو حتى الأتراك والقطريين. فاصل ونكمل الكلام مع الأستاذ عبد الستار حتيتة لو سمحتوا استنونا. جدد الترحيب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الستار حتيتة، احد ابرز المتخصصين اللي فاهمين بالقوي لو صح التعبير في الشأن الليبي. كنت بتكلم على مساله السر وراء المهادنه طبقا للتعبير حضرتك استخدمته. ليه الغرب يهادن والشرق مستمر في المواجهه؟ الغرب كتركيبه اجتماعيه معروف طول عمره ان هو ما بيحبش المواجهه. يعني حتى في مقاومة الاستعمار الطلياني كان معظم الجهاد في منطقة الشرق، يعني معظم الجهاد في عمر المختار والثوار كانت من منطقة الشرق وليس في منطقة الغرب. حتى تاريخيا منطقة الغرب طرابلس
وما حولها كانوا دايما تابعين للمملكة اللي كانت متحكمة في شمال أفريقيا وكان مقر الحكم في تونس، وكانت منفصلة تماما تقريبا عن منطقة شرق ليبيا، أو منطقة شرق ليبيا كانت إيه شبه أنها يعني لوحدها. حتى مدينة درنا اللي هي عاملة مشكلة كبيرة للليبيين والمجتمع الدولي والإقليمي وفيها متطرفين، لما في فترة من الفترات كانت خارج سيطرة أي دولة في منطقة البحر المتوسط، يعني سواء استعمار يوناني ولا استعمار طلياني ولا روماني ولا مقدوني، أي استعمار في منطقة البحر المتوسط كانت درنا خارج الحسابات كدولة مستقلة ككيان مستقل. القذافي نفسه كان دايما عنده مشكلة مع منطقة الشرق، يعني هو كان علاقته كويسة مع القبائل، كان عنده ممثلين، لكن ما كانش بيطمن للشرق. الشرق له طبع ثوري شوية، ده محامي حتى، والثورة ضد النظام السابق للقذافي كانت انطلاقا من بنغازي، يعني من إذاعة بنغازي صحيح. اشتغلت والبيانات اشتغلت. الملك إدريس السنوسي نفسه قبل ثورة 69 لما أعلن بيان الاستقلال أعلنه من شرفة تطل على بحر بنغازي مش من الغرب. يعني الشرق تقدر تقول إن هو مصنع السياسة، مصنع الفكر، مصنع القيادات اللي مفروض الحاكم المركزي ما يطمن لهاش. هو لذلك لما بدأت الثورة ضد القذافي في 2011 أو بنسميها الانتفاضة المسلحة، بدأت من أمام ساحة المحكمة قريب قوي من نفس الشرفة اللي الملك ألقى منها خطاب الاستقلال، وقريب قوي من مبنى الإذاعة اللي القذافي أعلن فيه الثورة بتاعته. فمحدش يطمن للمنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية فيها نوع شوية من الاستقلالية، لازم الواحد يبقى واخد باله وهو بيتكلم معاهم. سألت أنا في مرة حد من الأمريكان المهتمين بالمنطقة، بقول له ليه أنتوا بتتعاملوا كويس قوي مع فايز السراج وما بتتعاملوش بنفس الطريقة مع خليفة حفتر؟ قال لي بصراحة لما بنقعد مع فايز السراج كل حاجة نقول له عليها يقول لا إن شاء الله وتمام واللي أنتوا عايزينه وإحنا عايزين نتعاون ولا لا كله تمام. قال لي لما بنقعد مع حفتر، يعني حتى لو كان السراج بيجاملهم بس ده كويس، قال لي لما بنقعد مع حفتر يقول وليه عشان ايه وازاي كده، لا ما ينفعش، لا احنا عندنا خطة بديلة، لا احنا شايفين. قال لي فبنتعب مع حفتر. واعتقد ان الكل بيتعب مع قيادات المنطقة الشرقية، لان قيادات المنطقة الشرقية لديها تساؤلات، لديها اطروحات، عايزة تعرف انت عايز تعمل ايه بالظبط، عندها قدر كبير من الاعتزاز بالنفس وبالمنطقة. وحتى بالنسبة للشعر الشعبي الليبي تلاقي المنبع بتاعه المنطقة الشرقية ولا الغربية ولا الجنوبية، وتلاقي المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية ماشيين في نفس التيار بتاع لحد كبير بتاع الشعر الشعبي والثقافة الشعبية بتاعة المنطقة الشرقية. المنطقة الغربية فيها شوية حاجات خلتها بالشكل اللي احنا شايفينه، منها على سبيل المثال ان في قبائل عربية اختلطت بأصول غير عربية، بأصول من اليونان، من مالطا، من تركيا، من البربر، خلى القبيلة مفيش، ما تقدرش تقول ان دي قبيلة عربية صرفة. وفي نفس الوقت بعض العائلات الكبيرة في مصرات على سبيل المثال هي تفخر بان أصولها القديمة مش ليبية، يعني مش عربية. عندك كمان تركيبة تانية مش موجودة في الشرق، عندك الجانب الممتد من غرب طرابلس لغاية الحدود بتاع تونس والجزائر قبائل معظمها غير عربي، قبائل ذات أصول أمازيغية، تنزل شوية ناحية الجنوب تخش مع القبائل بتاعة الطوارق، تنزل شوية تتوغل كمان في الجنوب تلاقي الطوارق وبعدين التب. فأنت عندك المنطقة بتاعة برقة تقدر تقول منطقة بيور، تقدر تقول منطقة معروفة أولها من آخرها، وبالتالي أي قائد كبير يظهر في المنطقة دي يقدر يتعامل معها ويقدر يحل المشاكل زي ما خليفة حفتر عمل. إنه المشير خليفة حفتر من المنطقة الغربية بالأساس، هو الشرقاوي لو صح التعبير. هنا برضو ميزة بالنسبة للشرق، في قيادات كتير، مدريس السنوسي أصوله جزائرية مش برضو مش من بنغازي، يعني بتوع بنغازي أو الشرق وعاصمته بنغازي متسامحين ويتقبلوا الآخر وما عندهمش مشكلة في ان انت اصولك منين بس تكون كويس وتكون واضح. طيب انا فاضل لي دقيقة للأسف الشديد، مش عارف انا بيعملوا ايه في الوقت بتاعي بيتسرسب كده، حس انه لا دقيقة فاضل لي دقيقتين المفروض يعني كويس. طيب في دقيقتين دول
هل حل الفيدرالية يلقى قبول داخل الوسط السياسي الليبي؟ هل حل الفيدرالية يلقى قبول لدى كبار العائلات والقبائل الليبية؟ ولا أنه حل مطروح غربيا ولا يلقى قبول حقيقي في الداخل؟ وهل حل الفيدرالية سوف يكون مقبولا من مصر وهي صاحبة هم رئيسي في ليبيا بالأساس؟ أنا ما أخبيش عليك، أنا شفت الموضوع الفيدرالي ده لمسته في مكانين، مكان شعبي ومكان رسمي. المكان الشعبي كان في جدابيا، انطلاقا من جدابيا، هو صغير ومحدود وملوش زخم في المنطقة الشرقية، يعني الناس مش حابين ده، العموم قبائل والشيوخ القبائل والناس الكبيرة مش حابين ده، ولهذا فشلت، لأن اللي كان الظهير العسكري والمالي للفيدرالية كان المجموعة اللي هزمها خليفة حفتر بمساعدة قبائل في الشرق، وبالتالي ما تقدرش تتكلم كتير عن ان في زخم شعبي للفيدرالية في منطقة الشرق. كويس. رسميا انا شفته متداول في اجتماعات ما بين بعض اطراف سخيرات مجلس الرئاسي وما بين اوروبيين، وكانوا الاوروبيين، الكلام ده بقاله بتاع 9 شهور او 10 شهور، كانوا الاوروبيين شايفين بيتكلموا في ده مع فايز السراج. اوكي. تحديدا يعني، ومعرفش فايز السراج انتهى على ايه، لكن على كل حال فانت ما عندكش ذلك الزخم الكبير. الامر الثاني، تاثير ده على مصر، اذا انت فتحت باب الفيدراليه في ليبيا، الوضع اختلف عن ايام الملك لما كانت برقه وطرابلس وفزان، النهارده لديك اطماع دول استعماريه، ناس عايزه تاخد حته من كل حته، ولهذا هتلاقي بعد برقة وطرابلس وفزان هتلاقي منطقة طرابلس ومغربها هتنفصل إلى طرابلس ذات القبائل العربية وغرب طرابلس ذات الأغلبية الأمازيغية. في الجنوب هتلاقي التبو عايزين دولة، وهم عملوا حاجة من شهور قليلة اسمها المجلس كونجرس التبو على غرار كونجرس الأمازيغ، وكمان عندك كونجرس الطوارق، وبالتالي كل مجموعة عرقية من دول هتقول لك أنا عايزة أعمل كيان خاص بيا، وبعدين يمهد لتقسيم ليبيا إلى دويلات. فيبقى الحل الذي يذهب بنا إلى فشل أسوأ من أسوأ من الأول السابق. طبعاً بالضبط. أنا عايز أشكرك جداً أختار أولاً نورتنا حقيقي، وأتمنى أنها ما تكونش أول الزيارات، أتمنى أن احنا تتعدد إن شاء الله مع حضرتك، تنورنا وتشرفنا داخل استوديو برنامج نقطة التماس. كل الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ عبد الستار حتيتة المتحدث المتخصص البارز في الشأن الليبي. متحدث قريبا، لا دي عايزة لها قاعدة بعد الحلقة ما تخلص. خلصت الحلقة لحد كده، لو كلنا العمر بإذن الله نتقابل يوم السبت الجاي بتوقيت القاهرة على أون لايف.